إشعياء 33 آية مشهورة أوي. أؤمن بنقلة في القداسة، أؤمن وإحنا بنختم سنة نقلة في القداسة. أؤمن بنقلة في القداسة فينا، في بيوتنا، في الخدمة بتاعتك وبتاعتك أيا كان مكان خدمتك. أؤمن بنقلة في وقفتنا قدام الرب في النار. رب يحب ده لما يأتي، يقولك لعله يجد الإيمان على الأرض، فقولك لما يأتي السيد يجد عبده واقف، عبيده يعني مش عبده ده اسم واحد، يجد عبده واقف في 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 بي واقف في المكان الصح، بيعمل التكليف الإلهي اللي على حياته. فلما يأتي السيد يرى بنته وابنه واقفين في القداسة، واقفين في القصد، واقفين في النور، بيفرح السيد جدا، بيفرح السيد جدا. إشعياء 33 آية مشهورة عدد 14. طبعا دي لغة العهد القديم، بس أنا باخد لغة هروح لعهد جديد، باقي المشاركة معظم المشاركة النهاردة من العهد الجديد، بس ببتديها من اللغة بتاعة العهد القديم. ارتعب في صهيون الخطاة، أخذت الرعدة المنافقين. من منا يسكن في نار آكلة؟ من منا يسكن في وقائد أبدية؟ ده مش سؤال إجابته لأ، سؤال إجابته الكلام اللي جاي، بس السؤال بيحمل بعد الإمكانية. من منا يسكن في نار آكلة؟ طالما في إجابة توصف، إذن في حاجة اسمها سكنة في نار آكلة. من منا يسكن في وقائد أبدية؟ إذن في حاجة اسمها سكنة في وقائد أبدية. بكى يوسف مين؟ السالك بالحق، المتكلم بالاستقامة، الراذل مكسب المظالم، النافض يديه من قبض الرشوة، الذي يسد أذنيه عن سمع الدماء، يغمض عينيه عن النظر إلى الشر، هو في الأعالي يسكن. إذن إشعياء سأل السؤال، جاوب مين عنده الصلاحية أن يسكن في وقائد أبدية في نار آكلة، وبعكب يوسف يقول هو في الأعالي يسكن. إذن الأعالي هي وقائد أبدية، هي نار آكلة، وإن هذا معروض لكل واحد واحدة مننا إنه يبقى موجود في هذا المكان. هو في الأعالي يسكن، حصون الصخور ملجأه، يعطى خبزه، مياهه مأمونة، الملك ببهائه تنظر عيناك. مين يحب إن يكون حصون الصخور ملجأه، يعطى خبزه، مياهه مأمونة، الملك ببهائه تنظر عيناه؟ مين يحب كده؟ أوكي، مش كلكم رفعتوا إيدكم. إحنا مش من بدري كده، أمال لو كملت هتعملوا إيه؟ عدد رفع إيدين هيقل. إحنا معروض إن نسكن في وقائد أبدية. خليني أقول لك ببساطة مشهد، ده سألته في يوم من الأيام في اجتماع الاثنين من فترة طويلة، والناس طبعا اتخضت شوية، أو الإجابة ما لو رب واقف وحواليه نار، يقولك لو وهو اللي واقف، يقولك لو طلعت اتقربت مني هتتحرق، هتطلع ولا ما تطلعش؟ في الاجتماع كلكم عارفين ليه هتقولوها دلوقتي، كلكم عارفين الإجابة الروحية، هطلع. بس في الاجتماع لما قلتها، لأن أنا كنت خبط لزق أول جملة قلتها في الاجتماع، كان الإجابة لا. هو ده اللي حصل مع الشعب في العهد القديم. رب قال ما حدش يقرب من الجبل ده، جبل مقدس، اللي هيقرب هيموت، فما قربوش. لو كانوا قربوا ما كانوش هيموتوا، بلغة الناموس كانوا هيموتوا، لكن بلغة الروح ما كانوش هيموتوا. والدليل مين؟ أشكركم، حضرتك معاد غريبة قوي. والدليل يشوع، يشوع فضل على الجبل وما ماتش، لأنك لو جاوبت إجابة روحية وقلت الوحيد اللي كان له صلاحية أن يبقى موجود فوق الجبل هو موسى، أوكي ماشي معاك، فربنا إدى كرت لموسى، كرت وحيد، هو ده اللي يطلع الجبل وما يموتش، الباقي كله ويقولك لو اقتربت بهيمة إلى الجبل تموت. حلو قوي، بس يشوع كان على الجبل الأربعين يوم،
ما ماتش. إذا القصة لما الرب يقول لك قرب هنا في نار والنار دي هتحرقك، بس الرب موجود فيها، قرب من فضلك، قرب ما تكشش، قرب ما تخافش، قرب ما تترددش، طول ما الرب موجود فيها قرب، لأن هذه النار مش بتموتك، هذه النار بتقدس كل حتة في حياتك فتحولها من الحاجات اللي هي تعباك ومتقلاك إلى حالة روحية فيك بتلمع بهذه النيران، وتحول كل حاجة فيك لصلاحية استقبال أمور من الرب غير عادية لم تخطر على بالك أنها تحصل في حياتك. هذه النار بتجعلك خفيف 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 من تقل حاجة اسمها الجسد وتوابعه، وبتحطك في حتة ما فيهاش هم، ما فيهاش تقل، ما فيهاش حمل، ما فيهاش أي حاجة، أنك واقف في حتة النار بتجعلك خفيف 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 جدا. أنا عايزك تحب القداسة جدا النهاردة، لأن الرب عايز يعمل زيارة من القداسة على حياتنا، عايز يعمل ترقية من القداسة على حياتنا. من يسكن في نار أكله، ده إيه؟ ده الملك ببهاء وعيناك إيه؟ هنروح للآية، فاكرين أنا بربطها بس دلوقتي، فاكرين القداسة التي بدونها لن يرى أحد الله. صباح الخير، جود مورنينج بالليل. القداسة التي بدونها لن يرى أحد الله. من منا يسكن في وقائد أبدية؟ من منا يسكن في نار أكلة؟ اللي بيسكن في نار أكلة الملك ببهاء عيناك تبصران. القداسة التي بدونها لن يرى أحد الله. كم واحدين عايز يشوف الله؟ لسه في ناس أوكي حلو قوي. فلازم تحب القداسة، لازم تحب القداسة جدا. القداسة التي بدونها، أذكرك بالمناسبة، القداسة التي بدونها لن يرى أحد الله، ده في العهد الجديد، ده مش عهد قديم. لأن بعضكم بيحضر اجتماعات غريبة جدا زي كده، وفاهم إن العهد الجديد هو عهد النعمة، فاهم، وده حقيقة، وفاهم إن العهد الجديد بيحمل لغة من النعمة، من المحبة، من القبول، وأنا موافقك وده صح كل اللي أنت سمعته ده. لكن في نفس الوقت مفيش فصال، مفيش فصال في القداسة، بل بالعكس القداسة في العهد الجديد بتزداد الليفل بتاعها. سمعتم أنه قيل أما الآن فأنا أقول. فاكرين يسوع؟ فاكرين ده موعظة على الجبل؟ سمعتم أنه قيل، وحكى عن مستوى من القداسة، أما أنا فأقول من نظر. أحد فهمها؟ فمستوى القداسة في العهد الجديد أعلى من مستوى القداسة في العهد القديم، لكن مش بمجهودك، لكن لأنك بتحب القداسة. مرة تاني، مستوى القداسة في العهد الجديد أعلى من مستوى القداسة في العهد القديم، لكن مش بمجهودك، لكن لأنك بتحب القداسة وبتحب الوقوف قدام النار.